الخوف من المستقبل. ليش احنا بنخاف من المستقبل؟ ليش هذا السؤال دائما بسبب لنا قلق كثير في حياتنا؟ بالرغم احنا عارفين انه المستقبل بايد الله عز وجل. الشخص اللي بيخاف من المستقبل هو على الاغلب شخص متشائم، دائما لديه افكار تشاؤمية في المستقبل قد تحدث وقد لا تحدث في الاغلب. بنخاف من المستقبل لما احنا ما نتعب من اجل هذا المستقبل، لما ما نعطي المستقبل حقه من التعب والمجهود، لما ما تكون عندنا نظرة مستقبلية لوين احنا بدنا نوصل في هذا المستقبل. بنخاف منه لما احنا ما نعمل الاشياء اللي موكلة لنا وبعدها نتكل على الله حق التوكل. من اعراض الخوف من المستقبل انك انت دائما بتتوقع الأسوأ لأشياء أنت المفروض أنك تتوقع لها الأفضل وتتنظر إلها بنظرة إيجابية لحتى فعلاً تصير ممارساتك إيجابية فيها. من الأشياء اللي والأعراض اللي بتكون سبب من مسببات الخوف من المستقبل أنك أنت تعتقد أنه وراء هاي الفرحة اللي بتمر فيها حالياً إشي مؤسف وحزين رح يكون، وراء هاي الضحكة رح يكون إشي أيضاً محزن رح يمر فيك، وتظلك تقنع نفسك بهاي الأفكار. من أسباب أيضاً أنك أنت خايف من المستقبل وهو من أهم الأسباب إنك أنت ما زلت لغاية هاي اللحظة أسير أحزان الماضي اللي مش قادر تطلع منها واللي مفروض الآن تطلع منها لحتى تقدر تتلاشى خوفك من هذا المستقبل. دائماً لا تنظر للماضي لأنه ماضي مؤلم، انظر الماضي لأنه كان دروس تقوية لا أكثر، لأنك أنت تصير إنسان الآن أقوى بأكثر من مليون مرة مما كنت عليه من قبل. المستقبل يا سادة كالأرض الزراعية القاحلة اللي جاء عليها مزارع، فهذا المزارع كلما بذل طاقة وجهد أكثر وأعطى هاي الأرض أفضل البذور، كل التنبؤات رح تشير إنه هاي الأرض رح تعطيه أفضل الثمار. ولكن إذا مر على هاي الأرض سنين عجاف، فسيكون هنا قدر الله ليختبر صبر هذا المزارع، ليختبر هل هو سيقترب أم سيبتعد، فقط ليعطيه شيء أجمل مما كان متوقع. فلازم أنت تنظر للمستقبل بهاي النظرة كأرض زراعية، ازرعها بما شئت وأعطيها بكل قوتك واترك الباقي على رب العالمين وتوكل على الله. إذا جاء المستقبل مثل ما أنت فأنت فعلا وصلت اللي بدك إياه، وإذا وجدت أن المستقبل مش مثل ما أنت بدك إياه تأكد أن الله عز وجل بيختبرك ليعطيك الأفضل. كل ضيق بمر فيك هو رسالة من الله إنه فرح قريب وفرج قريب راح يمر عليك وراح تدرك هذا الأمر مع مرور الأيام. سيأتي دور أيامك الجميلة وأحلامك الحلوة، احتضن ظنونك، لن تنتظر طويلا، فقط عش متعة الترقب التي لربما تبدأ اليوم ولربما غدا. عيش في لحظة السعادة التي تمر بك الآن، ابتعد كل البعد عن كل شيء يحبطك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة وتوكل على الله وكأن كل شيء سيكون مثل ما تريد.